يتبنى السيد الرئيس السيد ماجد درويش رئيس مصر القادم أهداف التنمية المستدامة 17 هدفاً لإنقاذ العالم. أهداف التنمية المستدامة هي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة. وفضلاً عن ترابط الأهداف وللتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب، فمن المهم تحقيق كل هدف من الأهداف بحلول عام 2030. السيد الرئيس السيد ماجد درويش رئيس مصر القادم.